ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. سأل المسلمون ربهم في سورة الفاتحة فقالوا اهدنا الصراط المستقيم، فأجابهم الله تعالى في مطلع سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وأجابهم في آيات الصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. أنتم قلتم يا عبادي اهدنا الصراط المستقيم، هذا الكتاب هدى للناس، هذا الكتاب هدى للمتقين، من تمسكوا به سيهتدون ومن تركوه سيضلوا عن الصراط المستقيم. وتتابعت آيات سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، وها نحن بالأنعام، وهكذا سائر سور وآيات القرآن الكريم كلها لهداية بني البشر. الآن تتحدث الآيات في القرآن الكريم عن الهداية، ما الذي ينجينا، ما الذي يسعدنا، ما الذي يرفعنا، ثم تتحدث عن مواقف الناس مع هذا الدليل الإرشادي ومع هذه الهداية. فمنهم من آمن ومنهم من كفر ومنهم من نافق. الآن الآيات التي في درس اليوم تتحدث عن المشركين الذين كفروا بالدليل الإرشادي. يقول الله تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة. هؤلاء المشركون راحوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم معجزات، يريدون منه عصا كعصا موسى، يريدون منه معجزات كمعجزات سيدنا عيسى عليه السلام، يريدون معجزات خارقة تحدث أمامهم. وعميت أعينهم وعميت قلوبهم وعملت أسماعهم وعميت عقولهم عن هذا القرآن، عن تعاليم القرآن الذي ترفع الإنسان. الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة. هؤلاء المشركون لو نزلت الملائكة بصور بشر تحدثهم بأن محمدا حق وبأن القرآن حق، ولو كلمهم الموتى أخرجنا لهم الموتى من القبور يقولون اتبعوا محمدا اتبعوا القرآن، لو حشرنا عليهم كل شيء يقابلهم قبلا، يعني يقابلهم مقابلا لهم يخبرهم أن هذا القرآن صواب وأن هذا القرآن حق ما كانوا ليؤمنوا. لو ظهرت أمامهم المعجزات لن يؤمنوا. أنتم تعلمون أيها الإخوة ممن حولكم بعض أناس نسأل الله السلامة، هو يقول لك أخي بعرف القرآن صح ومحمد صح والدين صح وما بدي أتبع.
أخي الصلاة منيحة بس ما بدي صلي، ألا تسمعون أشخاص يقولون هيك؟ أخي الروح على الجامع راكزة، الله يهنيكم بس أنا ما بدي إجي. أعوذ بالله. هلأ بدنا نشوف يا أخوان، هؤلاء أغلقت على قلوبهم، أغلق على قلوبهم، أغلقت أسماعهم، أغلقت أبصارهم. هلأ بدنا نشوف ليش، مشان ندير بالنا ما لا سمح الله الواحد بيننا يتحول إلى هذا الأمر. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، يعني تحدثهم بأن القرآن حق، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، من شاء الله هدايته آمن ومن لم يشأ لم يؤمن. طبعا مشيئة الله أيها الإخوة مرتبطة بما يفعله الإنسان. الله عز وجل شاء أن من سلك الطريق الذاهب إلى شمال مدينة دمشق أن يصل إلى حمص، وأن من سلك الطريق المتجه جنوب مدينة دمشق أن يصل إلى درعا. هكذا شاء الله، هكذا وضع القوانين. أنت بتروح باتجاه الشمال أكيد ما حتوصل على درعا، حتوصل على حمص. أنت رايح باتجاه الجنوب أكيد حتوصل على درعا، ما بتوصل على حمص. مشيئة الله مرتبطة بما يفعله هذا العبد. إذا جالست الصالحين، إذا حضرت مع الصالحين، إذا أحببت الصالحين، إذا قلدت أفعال الصالحين، بإذن الله هذه مشيئة هداية لك. ابعيد من هون، جالست الفجار، أحببت الفجار، قلدت الفجار، عملت أعمال الفجار، هذه مشيئة ضلال لهذا العبد. والله عز وجل قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. نحن وضحنا له العبد الطريق اللي بيوصله على حمص والطريق اللي بيوصله على درعا، الطريق اللي بيوصله إلى الخير والطريق اللي بيوصله إلى الشر، الطريق اللي بيوصله إلى سعادته. كل هذا الكتاب، كل هذا القرآن يا أخوان من أجل أن يحدثنا. الليلة يا أخوان ليلة قدر، اليوم يوم قدر. الله سمى اليوم الذي نزل فيه القرآن يوما عظيما، الليلة التي نزل فيها القرآن الكريم ليلة عظيمة لجلالة هذا الكتاب. نصيحة يا أخوان، ليلة قدركم إذا مسكتم بهذا الكتاب، ليلة قدرك إذا أنت قررت ألا تخرج عن أوامر القرآن قيد أنملة، ليلة قدرك إذا أطعت الله ورسوله. نصيحة يا أخوان الليلة واليوم، قرروا قولوا له يا رب نحن عائدون إليك وسنتمسك بكتابك ولن أفارقه حتى آخر نفس في حياتي. بزواجي بدي أتزوج كما جاء في القرآن، وببيعي كما جاء في القرآن، وبشرائي كما جاء في القرآن، وبإرثي كما جاء في القرآن، وبصلاتي كما جاء في القرآن، وبسفري كما جاء بالقرآن، وبحضري كما جاء في القرآن. لكن شاب متأكد أنه إذا سافر إلى بلد غربي بأنه سيضل، متأكد يقول لك أنا ببلدي والجوامع والمشايخ يعني دوبني، ها يا بركز ومرات ما عم بركز، والله أنا إذا بتاخذني بشوف يعني ما في البلاد الأجنبية يعتبروني رحت. ثم يسافر، إيش القرآن يا أخي بيسمح لك أنت تسافر وأنت أكيد بأنك ستضل إذا ذهبت؟ ما بيجوز. واحد مسافر متأكد بأن أولاده سيضيعون إذا بقي موجوداً، معقول يبقى وما يرجع؟ نصيحة يا أخوان الليلة، قولوا لربكم وعاهدوا ربكم وقرروا هذا أن تكونوا مع القرآن في الدنيا والآخرة. بس إلا قال الله تعالى فوراً اللي حاضر على رأسي. لو أنت زعلان، لو أنت ما بيهون عليك، لو كل الدنيا قالوا لك لا تساوي هيك، بس الله قال لك ساوي هيك، اللي حاضر اللي بده يا الله أنا جاهز. والله يا أخوان إذا فعلتم هذا، الله عز وجل قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بتحب تكون مع سيدنا محمد بالدنيا، ها تكون معه في الدنيا وتكون معه في الآخرة، بس أطع الله ورسول. ومن يطع الله في قرآنه
والرسول في سنته فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تتذكروا قصة سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وصارت حادثة الإفك، وتكلم من تكلم، وأربعون يوما ما نزل وحي من السماء، وستنا عائشة تبكي ما جفت لها دمعة 40 يوم، وأبو بكر يدخل ويخرج إلى بيته متألم على بنته، عم ينحكى في عرضه بين الناس وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل مهموما ويخرج مغموما. أبو بكر في واحد من قرايبينه مصطح كان فقيرا، وأبو بكر كان قد أجرى له جراية، صلوا شي 10 سنين 15 سنة، كل أول شهر أبو بكر بيحول له 1,000,000 ليرة سوري له ولمرته لثلاث أربع أولاد مشان يعيش. أبو بكر غني وهذا من قرايبينه فقير، وأبو بكر يتصدق على الناس بالجملة، بيتصدق على مصطح هي 1,000,000 ليرة كل شهر. لما صار حادثة الإفك قام مصطح تكلم في حق السيدة عائشة وصار يقول للناس دريتوا قال عائشة مرتكبة فاحشة. الله أكبر، يا مصطح أنت معك دليل؟ لا هيك عم يحكوا الناس، ومصطح مسلم بس أخطأ هذا الخطأ الكبير. لما أنزل الله براءة السيدة عائشة في القرآن الكريم، أبو بكر حلف ألا ينفق على مصطح بعد اليوم. بالله عليكم يا إخوان، معه حق أبو بكر لما ما معه حق؟ والله معه حق، معه حق 100%. كتر خيره اللي بس هيك ساوى، كتر خيره اللي ما بعت له 3-4 ينزلوا في قتلة. شلون عم تحكي أنت تتكلم في زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعنها، تتكلم في المرأة التي كان الصحابة إذا عثرت عليهم مسألة في الفقه كانوا يأتون إلى السيدة عائشة. فأبو بكر قال له أنا ما عاد أعطيك ولا، وحلف. وينزل الله تعالى قرآنا يطلب من أبي بكر أن يعيد النفقة، ويقول وليعفوا وليصفحوا، سامحوا يا أبو بكر. العفو ألا تعاقبه، والصفح ألا تعاتبه. خلص يا أبو بكر لا تعاقبه ولا تعاتبه، يعني يا رب ولا كلمة ولا كلمة، ولا تطلع فيه تطليعة هيك إنه أبدا. فحلف أبو بكر أن تعود النفقة وأنها لن تنزع منه حتى يموت. نصيحة يا أخوان، قرروا أن تطيعوا الله كما أطاعه أبو بكر، كما أطاعه عمر. عمر مرة بيكون طالع خلقه وغضبان من شخص، والشخص فعلا أساء لأمير المؤمنين عمر، بيجي يبطش به بيقول له أحد الجالسين، بيقول له يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا الرجل من الجاهل. يقول راوي القصة فوالله ما جاوزها عمر، بس هيك سمع قال عفونا عنه، يلا مع السلامة. شو هذا يا أخوان؟ والله شيء عجيب. هالصحابي الله يرضى عنه، أنت تذكر لي حالك، هلأ أنت قاعد بالدرس ورايق، هلأ أنا شو ما بقولكم تقولوا إيه والله صح مزبوط شا. اليوم بليلة القدر بس ندعي إيه والله يا رب هيك بدنا نساوي، بس تذكر حالك أنت ما بيطلع خلقك وبتعيط، ويلي جنبك بيقول لك وطي صوتك قدام أبوك، وطي صوتك أبوك قدامك. لازم يا أخوان، لازم تصيروا. بس قلك أبوك ما بيجوز، الله قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، لازم هيك تبرد الضغط يلي صار 20، لازم يرجع لل 12 فورا. لما؟ لأني قرأت عليك جزء آية. ترى شوفوا، ما بتصيروا مسلمين حقيقيين إلا هيك، وكل واحد بيناتنا يفحص حاله، ما بتصير مؤمن حقيقي إلا هيك. إذا أنت وقت الغضب ما عم تنضبط سامحني، أنت لساعتك ناقصك كثير، اشتغل على حالك قبل أن تموت. وفي ناس أحياناً وقت السرور، وقت بيفرح وبينسر، كمان تيجي بتقول لك هيك ما بيجوز هذه الطريقة، أنت طلعت نتائج بالبكالوريا وطلع من الأوائل على القطر، بده يساوي حفلة راقصة، لك شو حفلة راقصة؟ ما
ما بيصير. عرسه بده يساوي مختلط، قال أنا فرحان. لك شو عرسك مختلط؟ لك ما بيجوز هذا. قال لا هلأ خلص، لا تعكروا عليني أنا اليوم، لا تعكر علي. لك كيف لا أعكر عليك يا رجل؟ ما بيجوز. لذلك إذا أردت أن تختبر إنسانا اختبره عند الغضب وعند الفرح. إذا عند الغضب وعند الفرح منضبط بالشرع هذا الرجل، وأنتوا لازم تصيروا هيك. وهي ليلة القدر تبعكم، إنك أنت بالسرور وبالزعل وبالتعب وبالصحة مقبل على الله. عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه يقول: بدي أشوف إذا شي مرة بقدر بايعكم هيك. قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. أنا يا رسول الله سأطيعك، أنا ومعسر وأنا وموسر، معي مصاري ما معي مصاري، أنا بدي أطيع الله والنبي، وأنا ومتنشط وأنا وكرهان. إذا قلت لي أمر وأنا كرهانه حاضر، بدي أسمع كلامك وأمشي وراءك. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله ولنا الجنة. شو مقابل شو هالشغلات؟ باخذ الجنة. جاهز أنت هيك؟ بس تكون كرهان بدك تسمع الكلمة، بس تكون مهزوز بدنك بدك تسمع الكلمة. هلا والله بفضل الله، بفضل الله فيكم هكذا إخوة، في خصومة بينه وبين أخ تاني مثلا، يحكم الشيخ، الشيخ بيقول له روح لعنده واعتذر منه. هو كان فكر أنه أنا الصح هو الخطأ، هو بده يجي يعتذر مني. الشيخ بيقول له لا أنت روح اعتذر منه. حاضر، بيروح. يا لطيف، بس هو هيك بحس حاله، بس هيك أنا كتير بصغار. مرة في أخ تاني الإساس، بس هيك أنا كتير بصغار. مستحيل تصغر إذا أنت اتبعت أوامر الله، مستحيل تصغر إذا أنت اتبعت أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. هؤلاء الذين يبحثون عن معجزات مادية يريدون أن يعودوا بالبشرية القهقرة إلى الوراء. سبق في دروس ماضيات، معجزة الإسلام الكبرى هي القرآن الكريم. المعجزات السابقة كلها انتهت، انشقاق القمر انتهى، نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم حدث وانتهى، عصا موسى انتهت، شق البحر انتهى، إبراء الأكمه سيدنا عيسى، إحياء الموت انتهى. لكن معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال باقية إلى اليوم ومتجددة. في كل فترة يطالعنا علماء الدنيا بأشياء معجزة موجودة في القرآن الكريم. انتبهوا الآن، يقول الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. طبعا أنت من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت تمشي وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والذين عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيعادونك. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وكمان أتباع الأنبياء، يعني أنت لك أعداء من الشياطين. هلأ في شياطين يا أخوان على باب هالجامعة متولول، وفي شياطين على باب الجامع مصروعة جايتها الفالج هيك، مصروعة بحتة بالأرض 100%. ذكر العلماء بأن الإنسان الذاكر إذا ذكر الله تعالى شيطانه أصابه المس، يعني بيوع بالساعة وبيبحث بالأرض هيك. شلون واحد لما بينصلع بيبحث بالأرض وبتشنج بيطلع ريقه وبكز عسنانه؟ هلأ أنت لما بتذكر الله الشيطان برا هيك كله جايته الجلطة وعم بيكز هيك ومتشنج. قال: فتمر به الشياطين فيقولون: ما شأنه؟ شوفوا هذا مبحوث بالأرض. فيقولون: لقد صرعه صاحبه. يعني أنت صارعه لهالبليس هنيك ومبحوت بهالأرض، بس هذا بليس اللي قاعد برا ومبحوت عم يستناك لتطلع. أيوة، نشوف هلأ، نشوف الجولة الثانية. نحن بالجامع أنت ملاح، بس بدنا نشوفك برا بالشارع، بدنا نشوفك بالسوق، بدنا نشوفك بالمحل،
بدنا نشوفك بالمكتب، بدنا نشوفك بالبيت، بدنا نشوفك بالمعمل، بدنا نشوفك بالجامعة، بدنا نشوفك بالعيادة، بدنا نشوفك مع رفقاتك بالسيران، بدنا نشوفك بالعيد. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. هلأ شيطان الجن سواء كان بالبيت أو بالمحل أو بالجامعة أو وين من كان، بس تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بيهرب. بس البلوى الكبيرة وين؟ عن شيطان الإنس. هذا شيطان الإنس بيكون واحد من طلاب القاعة تبعك نفسه، بس هيك زلمة، بس هو شيطان يعني، وأكثر من الشيطان كان بيستعيذ منه. هذا لما بيتسلط عليك لو بتقرأ القرآن كله ما بيهرب، يضله بوشك، بيضل بدق لك، بيبعث لك رسالة، حاجز لك تنزل على القهوة، أخي أنا مالي، شكرا مالي فاضي، على حسابي هالمرة بعت لك رسالة، والله عنا ضيوف، حنستناك بس تخلص لضيوف، بدي اطلع مشوار مع أهلي، لا تتغلظ، مالي فاضي قلت لك اليوم، حنأجل الطلعة لك مشانك لبكرة. يا لطيف، بده ياخذك إلى مكان يعني ممكن أن تقع فيه بالمعاصي. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. بس شوفوا يا أخوان الله ماذا يقول، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يعني هذا الشيطان الإنسي أو الجني شغلته كتير بسيطة، بس عبارة عن وسوسة، بس عبارة عن إيهام في عقلك وفي فكرك في مسألة ما، بيبعت لك هذا الشيطان الإنسي بده ياخذك على موعد، هو بس بيحكي معك، هو ما بيجيبك يعني من 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 كنستك وبيشدك، لا لا، هو بس بيضله بيحكي، يلا يلا يلا، أول اتصال وثاني اتصال وخامس اتصال. والشيطان الجن كمان من داخلك كمان بيجيب أول وسواس وثاني وسواس، بيجتمع هاد وهاد، يوحي بعضهم إلى بعض لأنه هن اثنين بيتفقوا عليك. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، بيغروك بأقوال والأقوال بتضوي، يعني هيك بيحكي لك كلام إنه والله بدنا نتسلى، والله طالعين هلا الدنيا شوب يا أخي، وليك يعني في مي وفي في وفي خضار، شو لسه قاعد حابس لحالك بالبيت، يعني شيء بغر هيك وشيء بيضوي بالإنسان. وأخي خلص صليت وبرمضان ما شاء الله حولك، ما تركت قيام ليل لا تركت تهجد، خلص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بجيب لك أحاديث كمان، بيقول لك يا أخي ساعة لإلك وساعة لربك، ساعة فساعة، والله الحديث صحيح، هذا شبك أنت، ليش ماسك الدين بالمقلوب؟ الله أكبر. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. لو شاء الله ما كان خلى شياطين، كان كله بالأرض ملائكة وكله ناس منيح وكله ناس بالجوامع، بس إذا حدث هذا ما بيبان فضيلتك أنت هلأ جاي تحضر الدرس، وما بيبان ميزتك وأنت جاي تحضر قيام الليل، وما بيبان منزلتك وانت مقبل على الطاعات، بصير كل الناس، هلا الملائكه كلهم يطيعون الله، ما في ميزه لهم، مفطورون على الطاعه. اما ايمت انت بكل لك ميزه؟ لما بيكون في من يوسوس لك بالشر وانت تذهب نحو الخير. ولو شاء ربك ما فعلوه. هلا هون بقى الواجب العملي تبعنا من هذه الايات، قال الله تعالى يا شباب يا بنات فذرهم وما يفترون. اتركهم، نصيحة يا شباب للرفيق السيء اتركهم. الله باعت له خبر، شو اعراب فذرهم؟ شو اعراب ذرهم؟ شو اعراب ذرهم؟ فعل امر، مين الامر؟ الله. ومين المامور؟ انت. الله عم بيقول لك شياطين الانس والجن اتركهم. هلا اذا اجى واحد قال يعني انا ما بحب زعل حدا مني، جاني أخ والله قال لي أستاذ أنا هيك طبيعتي هيك محبوب، ما بحب زعل حدا مني، فأنا بقعد يعني مع رفقات الجامعة وبقعد مع أهدن كل حقيقة عشان ما يزعلوا مني. طيب الله قال لك فذرهم وما يفترون، ما يكذبون، ما يدعون كذبا، اتركهم. خطأ أنك ما تزعل حدا منك، أنت مطلوب منك أن تمشي حسب أوامر الله، مو أنت قلت اهدنا الصراط المستقيم، هذا الكتاب هو فيه الدليل الإرشادي، وبعث لك الله خبر قال فذرهم وما يفترون. إذا واحد قال لا أنا ما بدي أتركهم، بس أنا لن أعمل عملهم، أنا بقعد معي اللي عم ياخذوا سيجارات حشيش، بس أنا مستحيل مستحيل والله بتقطع
حلقي وأنا ما باخذ سيجارة حشيش. طيب أنت هيك عم تقول مو؟ أنا صح بقعد مع يلي بيجوا بيبعتوا لبعضهم مقاطع كلها فاجرة، بس أنا مستحيل أبعت لحدا مقطع فاجر أبدا، مستحيل. أنا بشيعة الجوامع. أنا صح بقعد مع يلي بيمدوا إيدهم على الحرام، بس أنا مستحيل مد إيدي على الحرام. طيب أنت الله قال فذرهم وما يفترون، أنت عم تقول ما بدي وأنا مستحيل أعمل. شوف الآية من الله ماذا تقول. قال الله تعالى ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. أنت أول ما بتقعد تصغى يعني تميل، فهو أول شيء بيقعد مع أهل الفجور ما بيعمل فجور بس بيصير بميل، بميل حتى إذا هيك عم يحكوا هالموضوع تبع الفجور هيك يعني إنه بيعطي إذنه، وجه الضحكة بقى فيها الموضوع بيضحك حلو. لتصغى، بس الله وصف هؤلاء قال هؤلاء لا يؤمنون بالآخرة، قعدوا مع أهل الفجور مالت قلوبهم. شوف بعدين ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه. بعد ما بيميل قلبه هو كان من قبل ما يقعد معهم يقول شو هاد، هذا خطأ، هذا حرام، هذا ما بيجوز، هذا الحشيش من المحرمات، هذا النظر إلى الحرام من المحرمات، المال حرام من المحرمات، بس هو قعد معهم بعدين رضي، بعدين مال قلبه، بعدين صار يرضى. يقول لك أخي معليش، شنو بده يدبر حاله؟ معليش يعني معاشه 200,000 كيف بده يدبر حاله؟ بصير لو أخذ مال حرام معليش أخي، معليش يعني عمره 22-24 ماله متجوز لهلأ، شلون يعني بده ينفس عن حاله وهيك في ضغط يعني ماشي عم بشوف شوية مقاطع، هو شو هالمشكلة؟ أخي طالع خلقه هلأ أحسن ما يتفشش بالعالم، عم بيحشش شو فيها يعني، عم بينفخ يا أخي خلوه نفخ. هلأ هو كان قبل كم شهر كان عم بيقول هذا حرام، بس بعدين قعد معهم مال إليهم قلبه بعدين صار يرضى. الآية شوف شو بتقلك، وليقترفوا ما هم مقترفون، بعدين بصير بيعمل مثل عمله. قعد معهم أول شيء مال لهم، رضي، اقترف، بعدين بصير واحد من الفرقة تبع الشياطين الإنس والجن. نصيحة يا أخوان، القرآن الكريم مو أنتوا قلتوا اهدنا الصراط المستقيم، هذا هو الصراط المستقيم. قال الله تعالى فذرهم وما يفترون. كل أخ بيناتكم ما بتجالس أهل المعاصي، ما بتجالس أهل الفجور، وإن اضطررت أنه أستاذ طيب أنا بشتغل، أنا شغلي هيك وهدوني اللي قاعدين بهالشغل الله يجيرنا أشكال ألوان خير إن شاء الله، اجلس مع أهل الدنيا أهل المعاصي بمقدار قضاء حاجتك وتمشي، يعني في حاجة بيني وبينه وأديها وبمشي. أما هلأ بعد الشغل ده قال لي أنه طلع بدنا نسهر سوا، ما بقدر، مو ما بقدر، لن أوافق. بعطلة العيد عازمني بدنا نطلع كلياتنا مرتبين طلعة مع بعضنا، لن أفعل، لأن الدليل الإرشادي، لأن الهدى الذي أرسله الله تعالى قال فذرهم وما يفترون. ما بدك تذرهم وما يفترون، بدك تضلك قاعد معهم. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. قال الله تعالى أفغير الله أبتغي حكما، أتريدون أن آخذ تعاليمي وأحكامي من غير الله؟ منين بدي آخذ أحكامي يعني؟ من الشرق أم من الغرب؟ ممن يتبع هواه أو ممن يتبع مصالحه؟ أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب، أهل الكتاب الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين، لا تشك. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، تمت كلمة ربك يعني أحكام الله تعالى وكلمات الله تعالى وقرآن الله تعالى تام كامل ليس محتاجا إلى شيء آخر. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا يعني أخباره كلها صدق، وعدلا يعني أحكامه كلها عدل. أقوال القرآن صدق وأحكام القرآن عدل وإنصاف لا مبدل لكلماته، لو الكرة الأرضية ستجتمع لتغير هذا الكتاب لن يتغير، ولو اجتمعت الكرة الأرضية أن تغير قوانين هذا القرآن لن تتغير القوانين. في قانون يا أخوان بالقرآن، ومن يتق الله
يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أقسم بالله يا إخوان، هذا قانون ذكره الله تعالى في كتابه ورأيناه بعيوننا في حياتنا، في أنفسنا وفي من حولنا. والله لو الدنيا اجتمعت تتغير هالقانون لا مبدل لكلماته. الله عز وجل قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والله هذا قانون قرأناه في كتاب الله تعالى ورأيناه بأعيننا. أنت أخي من جماعة عمل صالحا وهو مؤمن ذكرا كنت أو أنثى، وهناك الله بده يحييك حياة طيبة. والله قرأنا في كتاب الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أقسم بالله يا إخوان، رأيت من يعيش عيشة القهر والذل والاحتقار لنفسه. رأيت فيهم الأغنياء الذين هذا حالهم، والله دخلت إلى بيت غني، قصر من القصور لا يتصور ما هو موجود فيه، قال لي أنا عايش بجحيم. هو فعلا لما ذكر لي القصص التي في بيته بينه وبين زوجه وابنه وابنته، يا حرام، نار شاعلة بهذا القصر. هذا القانون الإلهي: ومن أعرض عن ذكري، يعني عن الدليل الإرشادي، عن القرآن، عن أوامر الله، فإن له معيشة ضنكا، لا مبدل لكلماته، لن تتبدل هذه الكلمة. لذلك والله مرة جديدة يا أخوان، ليلة قدركم إذا تمسكتم بهذا الكتاب، ليلة قدركم إذا قررتم أن تكونوا مع هذا الكتاب الذي أنزل في ليلة القدر، ليلة القدر إذا قررت أن تأتمر بأمره وتنتهي عن نهيه، هناك ستسعد سعادة ما بعدها شقاء في دنياك ولا في آخرتك. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. كل ما تقوله يسمعك، وكل ما تفعله يعلم به. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين.